السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا على خير وبخير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. وانا راه قال تعيس والله تعيس من الصباح وانا تنجري، ما جيت حتى 12 هانتوما حتى 12 عاد درت غدايا، راه صايب داك الباب شتي، صايب ما بقاش. المهم جاوا النجاره وصايبوه ليا. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وكان كنشكركم بزاف كاملين كاملين من ا حتى زد، من ا زد. البنات اليوم طيبت غدايا، انا درت واحد الطويجين درته بالحوت، غادي نوري لكم، ولكن ديجا مشاركه معكم. وغادي ان شاء الله اليوم غندير غير سباغيتي بالكروفيت والكالامار وشويه ديال البوالور. بوالور هو البوالور، معليش. المهم هذا هو سميتو. بالنسبه للبنات انايا غنهضر لكم، درتوني مع كنتغالط لكم مع رشيده ماستر شيف. نعم رشيده ماستر شيف كنعرفها، رشيده ماستر شيف هي عايشه في طاليان وانا عايشه في المغرب، هي في طاليان كتعيش وانا عايشه في المغرب، مقادي واحد شويه دي عوجه. بالنسبه لرشيده ماستر شيف انا كنعرفها، الله عمرها دار، بغيتو تدخلوا عندها مسكينه حتى هي الله يسهل. المهم باش ما تقولوش راه كنعرف، المهم انا ديك السيده كنعرفها، كنعرف اختها، كوتشينا مينا، راه في طاليان حتى هي، عايشه في طاليان، هي كدير الوصفات يوميا كتلوح، وتا هما الله عمرها دار. انا رشيده الراسي وهي رشيده ما عرفتش كنيتها، هي رخت مينا كوتشينا على عقلتو عليها. المهم رختها انا عايشه في المغرب وهي عايشه في طاليان، كاين ناس اللي تغلط ليهم، بالنسبه اللي تغلط ليهم ماشي مشكل، كي انا رشيده كي هي كاع حنا رشيدات، ما ماشي مشكل عندنا اختي خوتي. بالنسبه غادي نهضر لكم على الصنع التقليدي، على الماء اللي خديت ديال الصنع التقليدي. ما كرهناش نعاونوا دوك الناس اللي كيديروا الصنع التقليدي ونرجعوا لداكشي التقليدي ديالنا، ولكن نخلطوا شويه رومي شويه بلدي، نعاونوا بلادنا. شوفوا انايا ما داك السيد خديت انا السلعه، خديت من عنده السلعه، ولكن انا من واحد الناحيه غنعاونوا بلادنا، بلادنا اللي حنا عايشين فيها، ناخذوا طواجنهم، ناخذوا مسائل ديالهم، ولكن نوعوا. بحال دابا انايا في رمضان غنحط البلدي وغنحط الرومي، ما عنديش مشكل، انا اكثريا كيعجبني الرومي صراحه، ولكن البلدي عنده الذوق ديالو، بحال لبستي شي تكشيطه بلديه ولا شي قفطان بلدي، راه شوف راه هو الذوق ديالو. بالنسبه للدبالج بلديين والدبالج روميين، سبحان الله كله. وكاين حنا نرجع للصنع التقليدي، الصنع التقليدي انا ما كرهتش تشريو، تمشيو للبلايص كاينين رخاص، طبيصلات رخاص، طبيصلات غاليين، على حسب نتي جيبك تاخدي اللي عجبك. المهم تعاونوا هاد الصنع، الناس الصنع التقليديه، ويا ربي سمعوني ودعوا معايا، انا ما دايره اشهار لحد. المهم انا كنهضر على الصنع التقليدي بحال جلالب التقليديين، داكشي الراندا، داكشي راه تا هو داخل في الصنع التقليدي، الطارز، الفاسي، الغزلابي، هادشي ديال بلادنا حنايا، هادشي ديال بلادنا. بالنسبه للماء اللي شريت راه قلت لكم الثمن، وشي ناس شي اخوات اللي متتبعات ديالي قالوا لي رشيده راه غلاو عليك. انا الحاجه احسن من قيمتها، مثلا حطيتي زلافه وشتيها صنع بلادك احسن من قيمتها. ربما حنا ربما ما نقولش لكم انا يا شيطان عليا الفلوس وتنتاويت مع الزياد، وهذيك البلاصه اللي شريت منها ديك البلاصه غاليه، الولجه راه جات بسله، بسله راه غاليه، ماشي بحال الناس اللي كيحطوا في الطريق، ماشي بحال الناس اللي كتمشي للشركه وتاخديهم البلاصه ديالهم. بحال دابا كاين فاس وكاين اسفي وكاين بزاف البلايص، وانا تعاونت مع دوك الناس ماشي، ونطلبوا من الله سيروا شروا من عندهم وعاونوهم، وانا خلصتو انا داكشي كلشي تقام عليا ب 28000 و 400 باش تقام عليا. وان شاء الله غادي نحط لكم في رمضان ان شاء الله باذن الله، نتقاسم معكم فطوري، ما غنكلفش على راسي، وما غاديش ندير شي حوايج اللي فوق طاقتي، وانا مفطيري مره زوين مره قليل مره كثير. غنشارك معكم في رمضان كل نهار ارزق وكل نهار واشنو تشهينا، ولو نشهاو عيل البيض نطيبوه ناكلوه.
المهم ما غنديرش على راسي انه نتكلف على راسي وندير داكشي اللي تشهينا وما نديرش تبذير ما نديروش، لان كاين الناس مساكن اللي ما عندهمش. وانا غادي داكشي اللي قسم الله بحال دابا الحريره غنديرها، راه ما نديرهاش كل نهار اللوحه، حرام عليا. انا الحريره يومين ولا ثلاث ايام رجعت للثلاجه ونشربها، ندير القياس ديالي ما نبدرش، مره حريره مره بلبوله مره شربه، وان شاء الله الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وتنتو مايا، والله يطلق صراحنا وصراحكم كما تنقولها ديما. شنو بغيت نقول تاني؟ والله تنسيت. عاونوا الناس مسك اللي الصنع التقليدي، عاونوهم، شريو من عندهم ولو طبيسيل ولو زليفه. وتخيلوا ملي كنا كنشربوا بزلافه ديالنا الزليف ديالنا القدام اللي منقوشين، وباش كنشربوا بالمغرفه كتشربي كتعمري كاع نيفك كي كتشربي ونيفك كيعمر. انا ما تنحملهاش، علاش؟ حيت تعمر لي نيفي، ولكن نقدر نشريها ونشرب بها، نقدر نعاود نشرب بها. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ربي عاونوا دوك الناس مساكن اللي كيديروا الصنع التقليدي، حيت مع هاد الازمه ديال كورونا حطمتهم وحطمت الجميع، حطمت العالم، حطمت كاع الناس وحطمتنا حتى حنا. ونتمنى نرجعوا كما كنا، ونرجعوا سميتو نرجعوا كما كنا، عين حيدوا هذيك الكمامات وندوروا ونتساراو ونخرجوا، والله يبعد علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي. هادشي اللي بغيت نقول، عاونوا الصنع التقليدي، هادشي اللي بغيت. الناس اللي مساكن برا يقدروا يديروا، ولكن ملي كيجيو في الصيف راه كيديو، تبارك الله وصلى على النبي راه كيديو. هادشي اللي كاين، ومازال غادي نعاود شي نقول شي حاجه اخرى، عين نسيت نرجع للميساج ديالي. بالنسبه خواتاتي، انا سولتوني على مول البيتزا، انا مول البيتزا ما دايرهش معاه كولابوراسيون، ما دايره معاه حتى حاجه. انا كنصور في سبيل الله، انا ما تناخذ معاه حتى شي حاجه، اقسم بالله العلي العظيم. واش نقول لك وجهي اللي شاركتو معاكم، ما نقول لكم لا ماكله لا حتى شي حاجه، الى سنتيم اقسم بالله سنتيم قد هكا كي كيقولوا حنا المغاربه قد هكا، يما حيد ليا سنتيم. البنت اللي في لاكيز قلت ليها انا السنتيم، عطيتشني السنتيم ما حيدوش، انا غنرجع عنده وغنقول ليه راه اش كاين اش كاين. الناس راه طلبوني على الاسم ديال الريستورا ديالك والنمره والمسائل، وغنقولها لكم. كنبغيو هكاك ويدير لك مثلا، نعطيكم عام مثال، انا خلصت، انا ما محتاجاش. انا السيد اللي درت ليه مسكين راه غايجيكم الفيديو، السيد اللي درت ليه دوك السندويتشات، السندويتشات راه غايسمعني وغايقول لي رشيده راه كاينه عندك صح. درت لي داك اللي كيدير دوك السندويتشات راه درتو، راه الفيديو غنلوحو اليوم ان شاء الله يمكن غنلوحو. ومشيت عنده الغد لي وقلت لي شوف الفيديو راه غيتلاح، راه اش درت، ولكن بسبيل الله بسبيل الله عندك هو واحد من الرغيف راه درتو في هذيك النهار، درنا البريوه الغري، درنا الشباكيه، ومشيت عنده وجبت الرغيف وهضرت عليه. علاش؟ لان كنعاونوا دوك الناس. هذاك ما عندوش مسكين، حاط عي طابله طويبلتو وتيسترزق الله، وتا هو الله يعلم وليداتو مسكين، ولا يعاون والديه ولا هادي. علاش انا درت ليه هكاك؟ انا ما نشيش عنده باش يعطيني جوج رغيفات ولا ثلاثه فابور ولا ينقص ليا، ما تنقصش ليا سيدي. انا درت لك علاش؟ باش يجيو عندك الناس باش تبيع وتشري. انا عندي، ماشي ما عنديش، عايشه الحمد لله بخير. السيد اللي درت ليه، غنرجع لكم من ساندويتش، السيد اللي درت ليه ساندويتش، درت ليه الاشاره غنلوح الفيديو، علاش درتو ليه؟ هانيه بسبيل الله بسبيل الله، ما نعرف الرزق منين يجيني، ما نعرفو منين كيجيني. جيت عنده مسكين دارت يومين وانا نمشي عنده للغد، ليه مشيت عنده وينقص ليا، قلت ليه شوف خويا انا ما تنقصش ليا، انا دايره لك بسبيل الله. وانا اشنو بغيت؟ انا عاملني كك ليا، انا حطيني حاجه نقيه، حاجه نقيه، لا تصيبتي معايا ودرتي ليا امك لا نقيه، هذاك هو الفضل عندي. انا ما تنقصش ليا وما محتاجاش، والمره الجايه ومسكين نقص ليا 30 درهم، نجيكم صريحه، انا عندي الصراحه، قلت ليه المره الجايه شي دابا حلفتي المره الجايه ديرني بحالي بحال الكليان، عطيني حاجه نقيه، وانا هادشي راه درتو لك في سبيل الله، ومازال نزيد نصور ليه ومازال نزيد نصور ليه. الله يسهل على كل واحد، واللي بغى شي حاجه الله يسهل عليه. وسيروا عند داك السيد اللي مسكين اللي حدا جامع الهدى،
لا ماشي الهدى، فضيله، الفضيله. انا جمع الهدى وجمع الفضيله كيتخالطوا ليا، جمع الفضيله. سيروا عنده، راجل مسكين حدا دارو، جا كاين مول الماعن، جا هو في الشوكه حدا مولات الماعن اللي كنمشي صورت عنده مؤخرا، تما تيبيع الرغيف ديال القمح، وتيبيع الملوي، تيبيع داكشي زوين. سيروا عنده، الله يسهل عليه، الله يسهل عليه، والله يسهل على الجميع. يا ربي يا ربي، وعجبني الحال. كنهضر اليوم ما درت فيديو، دايره عير طويجين غنوري عليكم وغنشاركوا معاكم هو وغديوتي، ولكن روينتي ها انتم شوفوا الروين. ها شوف، راه عاد غنغسل هذا الشيء. جمعت بعدا وجدت المعلمين ما كلتهم ما غيبغوش ياكلوا لي سباغيتي، المعلمين ما غيبغوش ياكلوا سباغيتي. انا قلت ندير لهم طويجين ديال الكفته، راه وصيبته. ايوا هذا الشيء اللي كاين، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى كنبغيكم كاملين، كنبغيكم كاملين. وواحد السيده مسكينه راه غادي نوجد لها واحد شي مسائل غنصيفطهم لها في الالمان، راكتو ديجا قلتوا لي صيفطي صيفطي هذه خيرها، الله يكثر خيرها ان شاء الله باذن الله. يا ربي توفقني وندير لها، وما غنرجعش لها داكشي اللي دارت ليا. ها انتم اخوتي الطويجين، ها انتم اخوتي، ندير هذا باش ما ينفدش ليا الماء. انا عاد غنجمع هاد الروينه، انا غنجمع معاكم روينتي روينه ما نقولش ليكم، لان حاله 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 ما عليناش الا كلشي يتجمع. شوفوا ضروري نخلي نشاركوا معاكم حتى روينتنا ضروري، لان باش نشاركوا معاكم الروينه ديالنا باش نبينوا لكم غير حاجه زوينه زوينه. ندير في الماكينه، ندير ضروري ندير في الماكينه. جيب لي داك الزيت، جيب جيب معكم الشيف نادين. اه سير نديرو نفس الحاجه اللي درنا لك ماشي الخميس اللي فات، صافي ما تولدش معك الفيديو. صافي انا هادي الاكله المفضله الخميس، كتحمقني. شنو قلتي جيبي؟ أنا فونغول ديك المرة ما درناش لي فونغول، راه لي القزبر، هادشي كيبغي القزبر. خوتي قلتوا لي على داك سميتو شي إخوان أخوات، شي أخوات قال لك على داك داك السيد اللي في المسيرة، والدرة طاحت ليا اللي في اللي في المسيرة، عز عز اللي في المسيره كيبيع الماعن. اخوتي راه كاين عيد تمايا، انا راه عيد درت صدفه ولقيته، كندور كندور ولقيته، وعندو داكشي زوين والله الا عندو داكشي زوين. انا عجبني وخديتها، نوريكم اشنو خديت. عطيني عطيتيني السيف، هذا هو السيف نازل واخا الشط طاح ليا. غادي جبدي دوك اللي خديت ديك النهار، هادي كي جاكم الطاجين اللي صوبت انا؟ لا لا ما صايبوش هو، صوبته انا. ديال باش كنديرو داكشي ديال البسطيله والزواق وسميتو. وهادو فوق البوش، هادو جو طابل سالي منهم وللحين بلا ما تبقى يتبعي راه تبقى يتغسلي. شنو سميتو؟ جو طابل. شنو هما؟ جو طابل. جو طابل. حيت ولات معيوره ما عرفتش اش نقول لكم. الهضره كثيره. وهذا ديال سميتو ديال كريم فريش ديال الحلوه بصح. وخديت هذه معاهم شتي، هذه ديال
دوك اللي كيديروا دوك لا كلاص بريستيج ياه بريستيج ما عرفت انا ما كنعرفش الحلوى فهادشي اللي خديت من عندهم جمعهم ليا جمعهم ليا ماما اجي نرجع القزبر نزيد شويه القزبر الحوت كيعطي القزبر اجي شوفي بس تكفي عيط ارجع القزبر نخلي هادشي يتعيط شي حر درنا قليلة لا تخطر ندير الراس يلا سير سير رجع هذا وزكا هاد الباستا كتبغي الزيت البلدي صافي يلا هاي سباغيتي ديالي انا غنتغدى انا وليداتي على اللي شاركت معكم غديوتي وبصحتكم خوتي خواتاتي انا دوزت النير ديالي وخرجت ولكن مشيت عيشت واحد الجليج ديال لاكور وما بغيتش ما شاركتوش معكم لان تنفيني وغنوريكم لاكور كي غايجي ان شاء الله باذن الله ولا بيسير قريب يسالي راه دورنا كاع الجليج للجناب وباقي لي الجليج في الارض غايفيني الجليج ديال الارض عاد غيهبط لي لاكور وانا دابا لاكور كله قشرناه غدا ان شاء الله اللي درت في فيديو نوريكم لاكور مقشر بالنسبه لابيسين بقات لي عير الارض باش غايجي داكشي يجي زوين ويجي يجي نقيقي حتى دابا بدات كتنقى الارض ولكن درت الجليج درتو ما درتوش بحال الباج بحال شي حاجه بارده درتها شويه ناصحه على ود الوسخ فهمتي ومعرض للزنقه معرض للوسخ وهذه باش ما يبقاش يبان فيه الوسخ الباج كيشد ليا الوسخ الباج غنديرو في لاكور صبر هو داك ما صبرش المهم راه جافيل وداك الشيء اللي يتحكوا الشيء اللي كاين ومعاكم نورا داكشي سلمي طقطق وداكشي البنات داكشي وداكشي هانتوما نورا معاكم كانت كتحفظ كدير التمارين ديالها راه فين حاطه سميتو اش امتى عندكم الامتحان نورا مورا العطله مورا العطله نهار 2 ما قاريينش 2 سيمانه ما قاريينش سيمانه يسرى سيمانه عندهم ديال الراحه ولكن موراها غيدخلوا على التمارين خص ضروري يديروا التمارين امتحانات غنشارك معكم كلشي ولادي راجعوا امتحانات ونشارك معكم الدار ان شاء الله وغنرتحت انا شويه غنوض شويه معطله شوفوا الكريمه اش دارت لي ثاني شوف انا كريمه ها هي الكريمه ثاني دارت لي الحبوب استعملي داك الماء الزرق اللي دات هاي الحبوبه مشات الله يلا شوفوا انت موجي ما فهمتش انا وجهي واش وجه لا ما عرفتشنا والله ما عرفتشنا ما عليناش هنا باش عيب باش نزيد نشارك معكم شويه شويه في النهار ديالي هنا انا غادي نسلم عليكم وكنشكركم بزاف على التعاليق اللي كتبتوا لي في هذا الفيديو اللي مع اللي در اللي لحت اليوم مع سعاد ومريم بركات كنشكركم بزاف كاملين بارك الله فيكم كنبغيكم بزاف تنحمق عليكم بزاف ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وكنحمق عليكم بزاف وشكرا شكرا شكرا على التعاليق راه الناس راه عارفين اش كتبوا وكنحمق عليكم وانا عند وعدكم شكرا شكرا داكشي وداكشي وداكشي السلام عليكم البنات كنبغيكم كاملين وما تنساوش لايك وبارطاجيو مع صحابكم مع احبابكم بارطاجيو باش الفيديو يطلع ونزيدو القدام ان شاء الله كنشكركم بزاف بارك الله فيكم وشكرا شكرا